وللمزيد حول تطورات المشهد في سوريا في ظل استهداف النظام وحلفائه المدنيين في درعا وإدلب وأثر ذلك على الوضع الإنساني، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الإعلامي والكاتب الصحفي السوري نورس العرفي. أهلا بك معنا أستاذ نورس. بكم وشكرا على الاستضافة. أستاذ نورس تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل أستاذ. أهلا بك سيد نورس. مزيد من التعزيزات يدفع بها النظام السوري كما تعلم بعد أن جدد قصف أحياء درعا البلد. السؤال هنا، هل يستفيد النظام من خروج المسلحين غير الراغبين في التهدئة بدخول درعا؟ أهلا بكم وبالسادة المشاهدين. حقيقة النظام يسعى بكل الطرق لتهدئة الوضع لإيقاف ما يحصل في درعا خوفا من امتداد هذه الشرارة، فهو يعلم بأن عام 2011 كانت مهد الثورة وانطلاق الشرارة هو من نفس هذه المحافظة من درعا، وهو يحاول التهدئة تارة بالمفاوضات، تارة بإرسال التعزيزات، تارة بطرح خروج المسلحين من درعا، وهي طبعا الطريقة التي استخدمها في الكثير من المناطق التي سيطر عليها سابقا. الآن هو يحاول أن يلعب على هذه الورقة، أن يخرج من يحملون السلاح ليبقى من؟ ليبقى الناس الذين لا يمكن أن يقاوموا، الناس الذين سيخضعون للإذلال الذي يمارس على من يقبع في مناطق سيطرة النظام. حقيقة لا أعتقد بأن هذه الورقة ستنجح وبأن أهالي درعا لن يقبلوا بها، لكن بالمقابل لا يوجد أي تعزيزات أو أي وقوف مع أهالي درعا من باقي المناطق. النظام حسب هذا الحساب ويقوم بالقصف الآن على جبل الزاوية على بعض المناطق، هناك ضحايا من المدنيين من الأطفال بسبب قصفه، هذا القصف الذي يعتبر كرسالة تحذيرية بأن لا تتحركوا لنصرة درعا. نعم سيد نورس، يعني إذا كان اتفاق التهدئة وخروج المسلحين يضرب به عرض الحائط كما سبق الاتفاقات بطبيعة الحال، فكيف ترى تعاطي الثوار مع الأوضاع في درعا بعد وثوقهم بالضامن الروسي؟ هم لا يثقوا بالضامن الروسي، هم يعلمون بأن روسيا هي التي تقتلهم، هي ليست ضامن وهم يعلمون ذلك، هم يعلمون بأن روسيا هي التي أنقذت أن هذا النظام عام 2015 عندما دخلت، وهي التي تعطي الأوامر وهي التي توجه. النظام عبارة عن منفذ فقط لتلك الأوامر، هم لا يثقون بالضامن الروسي، ولكن مع الأسف هم اختاروا الخيار المر لأنه لا يوجد خيارات أخرى أمامهم. لو كان هناك خيارات أخرى، لو كان هناك تدخل من المجتمع الدولي الذي كما فعل منذ بداية الثورة السورية يكتفي بالصمت والاستنكار. نعم سيد نورس، ولكن شئنا أم أبينا يعني الروس يضعون أنفسهم بموضع الضامن، يضعون أنفسهم بموضع الضامن، لكن الجميع يعلم بأنهم جزء وبأنهم طرف، هم ليسوا ضامنين بل هم طرف بهذه المعركة، وهم الذين يعطون الأوامر. هو عبارة عن لعب أو يعني ضحك على الدقون صراحة. الثوار يعلمون ذلك ويعلمون بأن روسيا هي التي تقتلهم، السوريون جميعهم يعلمون بأن روسيا هي التي تقتلهم، روسيا وإيران، وبأن النظام عبارة عن ورقة يقوم بالتنفيذ، أو هو عبارة عن الذي أعطى روسيا وإيران الشرعية. لكن كما قلت لك أستاذ، لا يوجد خيارات أخرى أمام الثوار لكي يقولوا للضامن الروسي بأننا لا يمكن أن نتفاوض معك بأنك أنت من تقتلنا. الروسي يضع نفسه كضامن وأنا أضمن وأنا أقوم بإيقاف القصف وأنا أوقف التعزيزات مقابل أن تنفذوا الطلبات، وهي خروج مسلحين كذا كذا، البنود التي يريدونها. الثوار يقبلون بذلك، يقبلون بالحديث مع روسيا، لأنه مع الأسف أقولها أسفا لا يوجد لديهم خيارات أخرى. طيب بالحديث عن الروس، لماذا ترى الروس مصرين على استهداف المدنيين في إدلب؟ هذا ديدنهم أستاذ، هذا ديدن الروس. الروس منذ أن دخلوا إلى سوريا وهم يقومون بقصف المدنيين واستهداف المدنيين بحجة أنها مناطق إرهابية وبأنهم أخطأوا. لكن هناك اتفاقات سيد نورس. أي اتفاقات أستاذ؟ اتفاقات يضرب بها عرض الحائط، الاتفاقات ما يحصل الآن، تلك الاتفاقات يتم الالتزام بها عندما يكون الوضع السياسي جيد. مع من؟ مع تركيا، عندما يكون هناك
تفاهمات تركيا يلتزمون بها، ولكن عندما تسوء الأوضاع السياسية الخارجية بين روسيا وأمريكا أو بين روسيا وأنقرة أو بين روسيا وإيران تبدأ بالقصف لتقول نحن هنا والكلمة لنا. تلك الاتفاقات هي عبارة أكثرها، طبعا لا أقول الجميع، أكثرها عبارة عن اتفاقات بذر الرماد بالعيون، وخاصة من طرف موسكو، من طرف موسكو التي تفعل هذه الاتفاقات أو تقوم بهذه الاتفاقات لمصالحها هي وليس لمصلحة الشعب السوري بشكل عام طبعا، إن كان بمناطق النظام أو مناطق الثوار. قتل الأطفال هذا اعتدنا عنه منذ دخول روسيا إلى سوريا، وما يجعلها تقوى على ذلك وتكرره هو سكوت المجتمع الدولي على تلك المجال. نعم، في هذا السياق كيف ستؤثر هذه الغارات على الوضع الإنساني في إدلب ومن قبلها طبعا درعا وعموم سوريا، في ظل حديث أممي عن أن شبح المجاعة يخيم على سوريا، وهل من دور حقيقي للمجتمع الدولي في وقف ذلك؟ المجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي البائد الذي يتلاعب بسوريا، والذي أصبحت سوريا عبارة عن ورقة تفاوض سياسية، عبارة عن كعكة يريد كل من أن يقبنها من جهة. المجاعة في درعا بسبب الحصار نعم يمكن أن تحصل، ربما لو تحدثنا على إدلب الوضع أفضل من درعا، درعا المحاصرة الآن، ويجب أن نرفع الصوت من أجل درعا ومن أجل الوضع المأساوي الذي يذهب بانحدار شديد إلى الأسوأ. بالنسبة لإدلب، إدلب لديها حدود مع تركيا، هناك تجارة، هناك مواد تدخل، لا يعني من الصعب أن نقول بأن سيحدث هناك مجاعة بإدلب على الأقل للأشهر الباقية التي تم تمديد فيها دخول المساعدات عن طريق المعابر المتصلة مع تركيا. بعدها سيكون الأمر صعب، نعم فيه صعوبة. نعم. الأمر الإنساني الصعب الذي يجب أن نتحدث عنه الآن ونرفع الصوت عاليا من أجله هو للناس المحاصرين في قلب درعا، فيجب أن يكون لهذا المجتمع الدولي بين قوسين طبعا موقف، إن كان صحيح يفعل أو يعمل بالشعارات التي ينادي بها بحقوق الإنسان وحرية الإنسان والطفل وحقوق الطفل، تلك الشعارات التي نسمع منها جعجعة ولا نرى ضحية. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الإعلامي والكاتب الصحفي السوري نورس العرفي.